قام مسؤولون من برنامج دعم الثروة الحيوانية في دول الساحل قاموا بجولات تفقدية في إقليم حجر لميز وبتحديد بقرية كرمة، وذلك بهدف بحث وإيجاد حلول لبعض المشاكل الرعاة التي تواجههم في الإقليم. تقرير فاطمة داود الحمر. قامت بعثة بقيادة مسؤولي برنامج مشروع دعم الثروة الحيوانية في دول الساحل برافس بزيارة تفقدية إلى قرية كرمة التي تبعد عن العاصمة بحوالي 30 كيلومترا. وتهدف هذه البعثة بالوقوف عن الأعمال والخدمات الجارية لصالح الرعاة ومعرفة احتياجاتهم المدنية وطرق توفير المراعي وتوفير الغذاء والماء للأبقار والمواشي. هذا وقد قامت البعثة بجولات عدة لمختلف المراعي مع بعض من مندوبي الثروة الحيوانية، واستمعوا إلى بعض من مشكلات الرعاة وخاصة تجار الأبقار وأسواقهم. وتندرج هذه الزيارة لكشف بعض الصعوبات التي تصاحب الرعاة والبحث عن حلول لها عبر مشروع برافس، وذلك لأن البلاد تتمتع بثروة حيوانية كبيرة في دول الإقليم ولها تجارب عدة في محاولة البحث عن حلول مشكلات الرعاة وتخصيص المراعي. إن مشروع دعم القطاع الرعوي في دول الساحل عمل على تنفيذ هذا المشروع في تشاد نسبة لموقع البلاد واهتمامها بالثروة الحيوانية. حاليا احنا قاعدين في أعمال نشاط التفصيل الفاكسيناشن للمال في 18 إقليم، وعندنا كمان نشاط بالنسبة للمراحل حاليا حددناها في منطقة البطحة وفي منطقة الجيرة، وعندنا أبار إن شاء الله في هذه السنة 2017 نقوم بها، يعني تعديلات ل 15 بير وحفر 20 إن شاء الله تكون محفورة، وحددنا 4 أسواق نبنوها، ومن ضمن هذه الأسواق التي تنبني فسوق كرمة اللي حاليا محدد في الزيارة. وللتذكير فإن مشروع دعم الثروة الحيوانية في دول الساحل يعمل وفق أجندة مرسومة في دول الإقليم وتوظيفه لصالح الدول تشاد، بوركينا فاسو، مالي، موريتانيا، نيجر والسنغال. إذن بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية العربية التي قدمناها لكم من الفضائية التشادية. من أنجمينا نشكركم على طيب الانتباه والمتابعة، نلقاكم دمتم في أمان الله. السلام عليكم.